أحبائي، سأقدم لكم اليوم تردد قنوات جديدة وكذلك برامج رمضان، أيضا مسلسلات رمضان التي ستذاع في رمضان 2023. بالمناسبة كل عام وأنتم بألف خير وبصحة وعافية. إذن قناة RT ستقدم مسلسل عملة نادرة وتحت الوصاية ورسالة الإمام من بطولة خالد نبوي، أيضا سوق الكانتو وكذلك الكبير أوي الجزء السابع ومسلسل جت سليمة. أيضا قناة DMC وCMC ستقدمان مسلسلات رمضان من بين يحيى وكنوز. أيضا قناة أون ستقدم مسلسل الكتيبة 101. سأقدم لكم وأوافيكم بالجديد دائما في الأيام المقبلة القليلة القادمة. نمر مباشرة أحبائي إلى تردد القناة الجديدة معنا، التردد 10815 معدل ترمي 27500 والاستقطاب أفقي H. هذا تردد قناة العيلة TV وأيضا نورسات. مشاهدة طيبة وممتعة أتمنىها للجميع. دمتم أحبائي أوفياء، دمتم ودام الوفاء بيننا. إلى اللقاء.